اكيد. اما نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه وحنضل ضمن المساحات الطبيه، ولكن حنروح بموضوع اخر. اكيد رشا، الانسان كثير بيتعرض بحياته لكثير من الامراض، منها ممكن انه يمرق بشكل طبيعي ومنها ممكن انه يكون خطير وبيعرضنا لمشاكل كثير كبيره. طبعا اذا نحن بدنا نتجاهل هذا الموضوع ونروح لناخذ استشارات من الجيران، من الاقارب وايضا من الاصدقاء. ومن هي الامراض الاعراض او الامراض، خلينا نقول الورم التورم الغير الطبيعي للساق والذراع، هو بيكون من اعراض الوزمة الليمفاوية. طبعا هو اضطراب شديد بيأثر على قدرة الفرد على القيام بالحركة بشكل كبير. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع، أسبابه وطرق علاجه وشو هي الأعراض اللي ممكن يتعرض لها الشخص اللي بيعاني من هي القصص. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة منال الخياط، استشارية تغذية علاجية ونبات وأعشاب طبية. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتوره. صباح اهلا وسهلا فيكي. اليوم الحاله اللي عم نحكي عنها هي موجوده ولكن بشكل نسبي يعني عند الناس، والا كنا عم نحكي انه عده اسباب، ولكن بنشوفها احيانا وما بنعرف، نقول فلان ايده كثير ورمانه او هو بيقول صح. عندي هذا الورم ما عم بعرف شو هو صح. خلينا بدايه نعرف بشكل طبي شو هي الوزمات. هلا الوزمات هي خاصة الوزمات الليمفاوية لها عدة أسباب. أول شيء مثلا عندي وزمات داء الفيل اللي هي ناجمة عن السمنة، تلاقي في ورم شديد بالطرفين السفليين. عندي الوزمات الناجمة عن الأمراض الكلية أو القلب نتيجة ارتفاع البروتين، كمان بتكون بالطرفين السفليين. عندي الوزمات اللي ناتجة عن أورام وعائية، هي ما لها علاقة، هي ولادية بتكون ما لها علاقة بنمط غذائي، أنه سبب نمط غذائي خطأ. وعندنا نحن الوزمات الناتجة عن ما بعد استئصال الثدي، فهي حالة عامة وكل حالة لها طريقتها بالعلاج. هلا بالنسبة للوزمات الليمفاوية الناجمة مثلا عن استئصال الثدي شوي مركز عليها، نتيجة التجريف الكبير اللي بيصير بالعقد الليمفاوية بسبب الكانسر بيصير عندي بعض الالتصاقات، فالعودة الليمفاوي بيصير بطيء كتير. هذا له خطة علاج بتكون بتطبق بالمشدات وبتطبق بالأجهزة الخاصة العلاجية. نعم. ونمط غذائي ونمط عشبي. هلا نحن بنتوسع اكيد بالموضوع قبل العلاج. ما نفوت على خطة العلاج والطرق، خلينا نقول خلينا نحكي شوي عن الأنواع. في أنواع للوزمة الليمفاوية وكيف ممكن يختلف شكلها من شخص لشخص او من نوع لنوع؟ خلينا نقول هلا الوزمات الليمفاويه اللي ناجمه عن امراض القلب وارتفاع البروتين هي علاجيه دوائيه بحته يعني، ولكن نحن لحتى ما نخليها تتطور بالساقين مثلا، لانه اي وزمه بتعبي بالطرفين السفليين بنلاحظ انه مثل السيده مثلا الحامل بتصير، فكل ما بتكبر النسيج، فكل ما كبر النسيج ما بتعود بتصير بتتراجع، ولذلك لازم ينلبس لها هون جوارب خاصه لحتى نحدد حجمها. ولكن هيدي الجوارب ما هي الآلية العلاجية، هي فقط لتحدد حجمها، بعكس الوزمات اللي ناجمة عن السمنة أو بعد استئصال الثدي. وفي وزمات مثل ما قلت لك الأورام الوعائية هي كتير مهمة. هلأ هي الوزمات عموما تزداد بالحرارة الشديدة مثل هلأ. ليش؟ لأنه نتيجة تمدد تمام، نتيجة الحرارة الشديدة بتتمدد الأوعية فبتزداد الوزمات، وبتزداد كمان وقت البرد الشديد. يعني عندي أنا شهر 12 1 2 كمان، لأنه بتتقبض الأوعية فبتنحبس. فهون هي الأساس أنه المشدات لازم تكون 100% مرافقة للحالة، واللبس والنمط الغذائي يكون كتير فيه انتباه. هلأ هي الوزمات كنا نقول نحن انه لما نلبس المشد هي مدى الحياه، بترتيب معين وبخطط معينه انا فتت فيها وتفاصيل معينه بالنسبه للاعشاب والنمط الغذائي ما عادت تلبس مدى الحياه، صار في لها خطه ممكن نقدر نستفيد منها بفتره معينه، وبعدين ممكن تتراجع وممكن شوي شوي نبطل نلبس المشدات.
طيب دكتورة، ذكرنا بعض الأنواع وخلينا نقول الأعراض. اليوم وقت اللي بنقول في حالة ذكرنا أنه يكون في انتفاخ ببعض بالجسم، في أعراض أخرى ممكن ترافق هذا، وخاصة إذا يعني بيكون مشترك لكل الأنواع كونك ذكرتي أكثر من نوع، فخلينا يعني نشدد على هاي الفكرة أنه العرض مشترك أو لا، كل حالة اليوم إلى أعراض خاصة فيها. هلأ هي بالعموم كوزمة يلي هي ورم كتير بتبقى فيها مشكلة، لأنه نحن ما لازم يجي عليها رد، ممكن تعمل التهاب نسيج خلوي، فبتفوتنا بمشاكل تانية وحالات التهابية. الأساس بالأعراض هون أنه نحن كل ما ازدادت الوزمة بصير عندي إحساس بالخدر، بصير عندي حالة من نقص التروية، لأنه هي عم تحبس يعني كيف بدي لك، عم بتسبب الخدر نتيجة الضغط على العصب، وعم بتسبب نقص التروية نتيجة الضغط على الأوعية. فهون نحن كتير لازم ينشغل عليها بحيث أنه نحن نخففها. هلأ في مشكلة لما تزداد كتير خاصة بحالات استئصال الثدي، بتصير قاسية. لما بتصير قاسية ما بيعود، بتصير مؤلمة، يعني بتصير المريض أو المريضة بالنسبة للساقين ما بيعود بيقدر يمشي، في وزن عندك عم بيشيله الشخص أو السيدة، بالنسبة للإيد في وزن ما بقى بتقدر ترفع إيدها. بعد استئصال الثدي مثلا ممكن يصير عندي نتيجة وزن الزايد ميلان لطرف الوزن، فبالتالي بصير عندي جنف. يعني شغلة بتودينا لشغلة. بالنسبة للطرفين السفليين بتصير الحركة بطيئة، فما بيعود بيقدر الإنسان يمارس حياته الطبيعية. نتيجة الألم، نتيجة عدم الإحساس بالقدم مثلا. من ضمن الوزمات كمان بذكر لك انه امراض السكري. في عندي شيء اسمه وزمة مفصل شاركو واللي هي كتير خطيرة، لانه نتيجة الوزمة ومفصل شاركو هو عبارة عن تفتت العظم بالقدم، فهي بتضغط فبتزيد الاشكالية، وبصير اي جرح بصير بيطول كتير بالشفاء. فنحن كتير حريصين لما عندنا وزمات ما يصير عليها اي جرح أو أي رد، لأنه بصير عندي التهاب نسيج خلوي. يعني هي تتطلب الانتباه بشكل كتير كبير. هلا صار يعني أنا بالنسبة لي صار علاجه سهل، بس بده صبر وطول بال من المريض وهو يكون متابع لحتى فعلا ناخذ نتيجة. قديش هاي الحالة مزعجة يعني؟ تماما. في أشخاص ممكن يصير معهم بتتشابه اليوم بين الزلال وبين الوزمة بالأعراض الأولى ممكن؟ هلا الزلال مثل ما قلت لك هي ارتفاع البروتين، هي بسبب أمراض الكلية والقلب. بس أنا وقت اللي بدي عالجها فقط أنا بعطيهم المشدات لحتى ما تزيد يعني كعوامل ظاهرية على الإنسان. ممكن اليوم يصير في اختلاط إذا الشخص ما بيعرف، اليوم ما في هالثقافة الطبية إنه أنا عندي وزمة أو أنا عندي ارتفاع يميز بين الحالتين. تماما. في أشخاص بيصير عندهم تورم خلينا نقول بس بالقدمين، بيصيروا يروحوا بيسألوا الجيران مثل ما كنا عم نحكي من شوي، فبيفكروا انه لا يمكن اكل ملح كثير او اكل ملح كثير فصار عندك هي. هلا هي من احد الاسباب كيف بده يميز الواحد. هي من احد الاسباب انه مثلا بيكون النمط الغذائي تبعه غلط، بيكون مثلا بياكلوا ملح كثير. له علاقه الملح يعني كثير، لانه الصوديوم بيحبس السوائل، وبيصير في خلل بين شوارد الصوديوم والبوتاسيوم، فاجباري بدها تنحبس السوائل. فهي الفرق بيناتهم يعني هو لما بيكون في عندي أمراض كلوية، أول شيء لما عندنا وزمات نحن نعمل تحاليل اليوريك أسيد واليوريا والكرياتينين، هدول الأساسيات لأمراض الكلية. والأمراض القلبية طبعا أطباء القلبية هن بيفوتوا في هذا التفصيل، ولكن الوزمة بمجرد ما يجي لعنا نحن المريض من شكله ومن وزنه للشخص كوزمة كداء فيه بميز مباشرة. هلأ بتصور يعني صار في خلفية عند المرضى بهذا الموضوع، أنه صار يعني بيعرف حال الشخص. بس هلا انا بيجيني مرضى دايرين كتير
وليوصلوا لعندي بيقولوا لي ما حدا قالنا انه هي وزمه لمفاويه، ليوصلوا هن بيكون اتجاهاتهم لعده اختصاصات ليوصلوا لطبيب الاوعيه بيكونوا كثير متاخرين، فهذا التاخير بيخلي الحاله تتراجع وتصير للأسوأ والشغل عليها بيصير ابطا. حتى في ناس بتتاخر لحتى تزور طبيب بهي الحالات، يعني انه بيختلط عندها بين الزلال وبين ما بتعرف شو هو السبب الاساسي، وفي ناس خلص بتتجاهل شوي. هلا هو الزلال لحتى يتفاقم الموضوع كمون ممكن ملكي بيهدى شوي الجسم يعني. هلا هو الزلال اذا حدا شك فينا مباشره لحاله بيروح على المخبر بيعمل كرياتينين ويوريا، هون ببين عنا نحن في اشكاليه والبومين مثلا بالدم اللي هو البروتين بالدم، فاذا في اشكاليه بتبين مباشره بيعرف كيف اتجاهه. بس هي عموما الوزمات كثير في عنا انواع، يعني مثلا من ضمن الوزمات ممكن يصير عندي وزمه لطرف من الاطراف لما بيكون عندي ليف على الرحم، لانه بيصير اذا كان كبير بيضغط على الاوعيه اللمفاويه فبيصير ورم باحد الاطراف، لما بيصير عندنا استئصال رحم او مثلا تجريف بنلاحظ انه هيدي الوزمه تراجعت، ولكن هي صارت الساق اللي صار فيها الوزمه جاهزه لحتى ترجع تتوسع وتتشكل فيها وزمه من جديد، فهي كمان بدها متابعه. طب دكتورة قبل ما نفوت بطرق العلاج خلينا نحكي شوية، هل في بعض الأسباب غير اللي ذكرناها ممكن تسبب هي الوزمة؟ مثلا مثل في ناس بتقلك مثلا أحيانا لبس الحذاء الضيق أو إصابة أو ضربة معينة ممكن بتساعد لظهور هذا الشيء؟ في عنا وزمات ناجمة عن قرصة حشرات مثلا. تمام. إيه بيكون فيه هو ممكن مشكلة بالأوعية اللمفاوية أو هي أصابة الأوعية اللمفاوية فبتعمل أذية فبتشوفي الوزمة كبرت بشكل فظيع. هلأ هي بتتعالج كل ما كانت مبكراً هي بتتعالج، مثلا لدغة عقارب بالأرياف، لسعة حية، هذا هي الوزمات موجودة. في عنا وزمات بتصير مثلا ولادية من الأساس، هي لازم ينشغل عليها وتتراقب لما بعد البلوغ ويتلبس المشدات الخاصة لها، لأنه إذا مرقنا بمرحلة البلوغ وهي حجمها صغير فهي كيف بدي لك تطورها المخيف بفترة البلوغ بنكون نحن تجاوزنا. لذلك بتلاقي كثير هلا الأهل بيجوا لأنه بكون أنا منبهة على هي القصة إنه أنا بنتي مثلا هلا قربت بلوغها فأنا مستعجلة صغير عليها المشد الأولاني. هي القصة شوي بتاخذ وقت، الأورام الوعائية الولادية هي شغلة طويلة الأمد، يعني هي لهلا ما التقى لها حل، ولكن بتتحسن كثير وعندي كثير حالات على هذا الموضوع لما بالإضافة للمشدات بدخل بالنمط الغذائي يلي هو نحن دهون مشبعة بدنا نوقفها، يلي مثلا القوشات والشيبسات وهدول القصص كثير بدنا نبعد عنها، النمط العصائر المحلات، اللحوم المعلبة، يعني كل شيء هذا النمط الغذائي اللي إذا انتبهوا له الأهل كتير بيتحسن. وعندي حالات لمجرد ما بادرنا بهيدي الموضوع أخذنا نتائج. عم نشوف بعض الحالات دكتورة إذا بتشاركينا هاي وزمة ورم وعائي. يعني أنا اليوم استغربت من حديثك دكتورة، هل ممكن اليوم الطفل يجي عنده هاي الوزمه يعني من الولاده خلقية ممكن تكون في سبب اليوم لحتى يجي طفل عنده وزمه وراثيه او من الام اثناء الحمل؟ وراثيه او اثناء الحمل ممكن فيتامينات معينه ناقصه، ممكن نمط تغذوي ناقص، هي مفصل شاركو طبعا قبل الجلسه وبعد الجلسه، وهي ورم وعائي ولادي بنلاحظ كمان قبل الجلسة وبعد الجلسة، هون مفصل شاركو هي قبل وهي كمان بعد. دكتورة اليوم نسبة الأطفال اللي عم يخلقوا عندهم هاي المشكلة يعني كنسبة كتار أو لا؟
والله في نسبة. يعني وقت اللي بلشت فوت أنا بهيدي التفاصيل، طبعا صار لي عمر يعني تقريبا أكثر من 20 سنة، ما كنت متوقع أشوف هالنسبة. بس نحن دائما عندنا التلوث، مو نحن بس، عالميا التلوث البيئي، النظام الغذائي، مو النظام الغذائي نحن، ما يعني كيف بدي لك، ما يصنع يعني انواع الحليب، انواع نحن بنفكر انه في شغلات انه هي امنه وهذا الصح، بس الاتجاه الغذائي الصحي انا دائما بقول الريف، هو الريف هو اللي نمطه الغذائي صح اكثر من المدينه. روح الريف ضمن هالاجواء الحاره اللي بتاثر كمان وبتساهم اليوم بهي المشكله، بتزيد كثير كثير مثل ما حكينا. هلا انا كثير بتكثر عندي الحالات وجلسات تصريف الوزمه بنشتغلها اكثر بهذا الطقس، لانه بتبلش كثير تزيد. بس لما السيدات او المرضى عم يعرفوا يلتزموا وبل بلشوا ينتبهوا انه انا بهيدا الشهرين بالصيف وبالشهرين بالشتاء عم نقدر نكون حريصين نحافظ عليها ثابته انه ما تزيد. يعني فينا نقول نوع الاغذيه كمان بيخففها لما بتكون هي ظهرت بنتبع نظام غذائي صحي. في سيدات بتطبخ ب اكل دسم، هي بتقول لك انا ما يعني اطيب دكتوره اكيد اطيب اكيد انا معك اكيد، بس كثير مضر. ما هو هيدا دهون مشبعه هي بتقعد بالاوعيه، فانا بدنا ننتبه نحن لهي القصص، بدنا نركز مثلا نروح مثلا لمثلا اكل الدجاج، اكل الاسماك. هلا بدك تقولي لي غالي، اكيد انا ماني عم بحكي روح على السمك مثلا نجيبه، علبه السردين كافيه يعني صحيح. بتغطي مثلا لانه فيها اوميجا 3. الاوميجا 3 كثير مهم. الاوميجا 3 موجود بالجوز، موجود بالبقله، ثلاث اضعاف الاوميجا 3 موجوده بالبقله. خلينا نحكي عن الشغلات دكتوره اللي الكل بيقدر يجيبها بلا ما نقول البقله مثلا البقله، المكملات الغذائيه مثلا حبه الاوميجا 3. في ناس بتقول لك بالصيف ما لازم ناخذها اطلاقا. الاوميجا 3 بيتاخذ بالصيف مثلا يوم اي يوم لا، نحن لنخفف من حدته لانه هو بيعطي شويه من الحراره، وبالشتاء بيتاخذ كل يوم. حتى للاطفال هذا منيح، ما هو بيشتغل على الجمله العصبيه تماما، كثير عالي بيعطوه للاطفال بالمدرسه يعني كثير منيح، وبيشتغل على نظافه الاوعيه لانه هو بيرمم جدار الوعاء الدموي من جوا والأوعية عموما، الأوعية اللمفاوية من جوا. مثلا من ضمن الشغلات اللي أنا بنصح فيها كتير اليوم نصائحنا من خطة العلاج دكتورة، هاي النصائح اي طبعا كلها يعني احنا اليوم هلا عم نحكي عن طرق العلاج، حكينا مشدات، حكينا نظام صحي، الاوميجا 3، البقله، كثروا بقلي قد ما فيكم، البقله كثير نافعه. نعم يعني انا بعتبرها هي ما عاد في شيء رخيص، بس هي الارخص تمام. وهي بمتناول اليد، فاي لما بتنحط كثير بصحن السلطه، لما بنروح مثلا صحن السلطه ما بنكثر له زيت، بنحط زيت بشكل خفيف، مثلا التبوله، هذا كلياته غذاء يعتبر صحي. وهلا بالصيف نحن ما نو محمول اي اكل دسم، فلما بيميلوا لهيدا الانواع من هذا الغذاء بنحس نحن انه الوزمات الشحميه بتنزل، والوزمات اللمفاويه عموما كلياتها بتنزل. هلا الشحميه في لها خطه غذاء بنحسب نحن البي ام اي تبع الوزن، وبناء عليها بنبلش نشتغل تنزيل وزن، وبنلاحظ الفروقات الواسعه بتبلش. طبعا المشدات إلى آلية معينة بطريقة الضغط، أنه بشكل كل فترة وفترة لازم تتضيق، لأنه أنا إذا بدي أتركها ما ضيقة حتى بالنسبة للاستئصال الثدي، بدها ترجع لما بنعمل الجلسة بنلبس المشد بدها ترجع الوزمة تزداد. كثير مهم لما بتنعمل جلسة وزمة لازم مباشرة يلبس المشد، ما بيصير نعمل جلسة وزمة وما نلبس المشد وراء، لأنه هداك الوقت بتضاعف الوزمة. من ضمن الشغلات اللي مثلا بيركزوا عليها الدافلون. طيب نحن فينا ناخد دافلون طبيعي، هلا بيقولوا لي مثلا دافلون الأجنبي أفضل من هي، نحن فينا ناخد الدافلون الطبيعي كيف؟ نحن قشر النارنج هلا وقته، فينا نغليه
خمس دقائق على النار، وممكن المستخلص تبعه بس يبرد بحرارة تحت 37، نحط شوية عسل لنخفف المرارة وبينشرب بشكل يومي. مثلا خلص وقته بنشرب مثلا قشر الليمون. قشر الليمون هو كمان ليش؟ لأنه هو فيه فيتامين A يلي هو مقوي للجدار الدموي، وفيه الهسبريدين يلي هي مادة الدافلون نفسها يلي هي اللي بتقوي جدار الأوعية الدموية وبتعطيها مرونتها، بتخليها تتقبض فما بتاخذ راحتها، وبالتالي طبعا الأوعية الدموية واللمفاوية عموما ما بتاخذ راحتها. هلا هي الخطة فينا نتبعها حتى نحن للأمراض القلبية، حتى للأمراض الكلوية، لأنه أنا قشر الليمون ولا قشر النارنج بينظف الأوعية اللمفاوية والأقنية والشعيرات الدموية الرقيقة اللي مثلا ما بيوصل للمنظار، يعني منفوت فيها بهي الطريقة. مثلا الزعفران، إذا بنحط نحن 3 شعرات زعفران يوميا هي بتوسع الأوعية الصغيرة. مثلا من ضمن المركبات الجيلوبا، من ضمن المركبات مثلا بذر العنب، هذا كلياته بيقوي جدار الأوعية الدموية فبيدعم بشكل كتير كبير. فنحن عنا المشد واللي لازم هو كل فترة وفترة يتعدل ويتضيق بفترات معينة، ممكن ينسمح أنه ما ينلبس بس بفترات أساسية اللي هي شهرين الصيف الشديد مثل هلأ وشهرين الشتوية الشديدة ما بينشلح نهائيا. بالإضافة إلى الجلسات تصريف الوزمة، بالإضافة للخطة الغذائية اللي هي من نقص الدهون ومن نقص خاصة السمون. يعني فينا نقول دكتورة الأهم بهذا بمراحل العلاج كلها هي نوع التغذية الجيدة، مو هيك؟ هلأ هو متكامل. يعني التغذية الجيدة لما بتدعم بالجلسات والمشدات بتاخدي نتائج خلال تتراوح من 10 أيام ل 40 يوم، النتيجة بتشوفيها بنسبة 40-50%. فهو ما عملك خطة مرتبة أكيد. اليوم دكتورة بجهودك وجهود الأطباء اليوم رح نشوف نتائج إن شاء الله للأفضل. يعطيكم ألف عافية، نتمنى لك صباح يكون كتير حلوة وبالصحة والسلامة لكل حدا بيعاني من هاي المشكلة. شكرا دكتورة منال لحضورك، يعطيك ألف عافية. شكرا كتير إليك ويعطيك ألف عافية.